عباد الله، إن حق الولد على والده سابق لحق الوالد على والده. بعض الناس يقول أنا لي حق على الولد. نعم لك حق، لكن هو أيضا له حق عليك قبل حقك، وذلك بتربيته. ولذلك إذا بلغ وهو رجل صالح التربية الصالحة وكبر والده واحتاج إلى البر، الله جل وعلا أمر الولد أن يقول وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. كيف إذا لم يربه وهو صغير؟ هل يرجو منه البر؟ لا، كلا وألف كلا. إن الولد الصالح قرة عين أبيه حيا وميتا، ففي الحياة يبر به ويخدمه ويقوم بمصالحه، خصوصا إذا كبر، وبعد الموت يدعو له وينفذ وصاياه وأوقافه ويتولى شؤونه بعد موته خليفة لوالده. قال صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فاتقوا الله في أولادكم لا تضيعوهم.